دكتور زياد، الانفاق جزء من ضبط بقى الماليه العامه وضبط الاوضاع، هو ان احنا نخفض الانفاق شويه، الانفاق الحكومي بالذات، وكان في يعني قرار لمجلس الوزراء بتخفيض 15% من الاستثمارات العامه. ودايما في جمله كده ما عدا، باستثناء اذا كان هناك مش كذا موافقه من مجلس الوزراء او من الوزير المختص. 15% كفاية ولا شايف ان هذا التخفيض يجب ان يكون تدريجي؟ مش الرقم اللي قلقني او يطمني بالمناسبة، يعني لازم يحصل شوية تخفيض في الانفاق مفيش شك، والرسالة اللي صدرت في هذا الشأن رسالة جيدة، لانه زي ما قلنا بتعبر على ان احنا يعني حتى لو ما قلناش ده بصراحة كده ووضوح، لكن مقتنعين على الاقل انه الانفاق الزيادة كان جزء من الورطة اللي وقعنا فيها. لكن عايز اقول كذا ملاحظة متعلقة بالانفاق. اولا خلينا نفرق ما بين الانفاق، في قرارين بيطلعوا الرئيس الوزراء في المكان ده، في قرار سنوي بيطلع بقاله من يوم ما انا اوعى اللي هو ان الوزارات ما تشتريش عربيات جديده وتكييفات وستاير ومراوح ومش عارف ايه، ده كل سنه بيطلع وله استثناءات كتيره ويعني بصراحه مش مؤثر قوي. الاهم طبعا هو كلام على انه الحاجات المشروعات اللي ما تجاوزتش نسبه معينه من من الانتهاء ما نبتديش فيها. الكلام مهم وكويس، لكن هيتطبق ولا لا مش متأكد، لأنه في وقت ظهور هذا الكلام تزامن معه أيضا حديث عن مراحل جديدة في العاصمة الإدارية وعن حاجات يبدو أنها جديدة، فمصداقية القرار هنا مهمة جدا. نعم. الحاجة التانية اللي محتاجين كمجتمع بقى نكون متفقين عليها، أنه تقليل الإنفاق لازم يجي بشكل تدريجي وحذر جدا. ليه؟ لأنه تأثيره على 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 العمل ممكن يكون خطير. يعني لو تصورت إن إحنا نقدر مرة واحدة نقوم نازلين بالإنفاق العام الاستثماري 50%، ده معناها نص الناس اللي بتشتغل في مواقع الإنشاء المختلفة تروح بيوتها، ودي تبقى صدمة سيئة جدا، فمحتاج إنه يتعالج بحذر شديد، والأولويات اللي تقف فيها ما تكونش الحاجات اللي فيها استخدام لقوة عمل كبيرة. يعني أنا في رأيي المعيار الأساسي الاختيار اللي يستمر واللي ما يستمرش هو حجم قوة العمل، لأنه النهاردة بالذات لو تسافري في الأرياف مثلا أو في المناطق الشعبية هتلاقي أنه اعتماد الشباب على العمل في المواقع دي ضخم جدا جدا جدا، ووقفه بالطريقة الغلط ممكن يأثر تأثير سيء جدا. الحاجة الثالثة بقى طبعا نقلل الإنفاق، لكن خلينا نفكر واحنا بنقلله علشان ايه؟ عشان نقلل من العجز، مش كده؟ مظبوط. ما بنتكلمش كفايه في الناحيه الثانيه من الموضوع، نزود الموارد. بالظبط، نزود الانتاج. يعني في الاخر هنلف نلف ونرجع نقول تاني الاستثمار والانتاج. انت بتزودي حجم الانفاق مفيش مانع، لكن عشان تقلليه نسبه من الانتاج يبقى كمان لازم نزود الانتاج، وده الاهم منه بكتير. فمفيش مانع نقلل الانفاق، مفيش مانع ما نبتديش مشروعات جديده غير مطلوبه او غير مدروسه، مفيش مانع ان احنا بالذات نقلل من انفاق في المشروعات اللي ما بتستخدمش قوه عمل كبيره، لكن اهم حاجه ان ده ما يبعدناش عن القضيه والرساله الاهم، وهي انتاج 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 انتاج.